نضحك على الانتقادات لان فريمون ماشي ضحكوني، ماشي حيت كنبغي نضحك على 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 الناس، حيت هما فريمون كيضحكوني وكنبقى نقول هاد بنادم ما عنده ما يدار غير ليلى حديوي، يعني غادي يخلي كاع لي زارتيست اللي عندنا في المغرب وغيمشيو عند ليلى حديوي. هذاك اللي اختار ديال جلالي وجبت التصويره ديالي وقال لك هادي انت مت جلالي، راه فريمون ما شنو كان واكل وشنو كان شارب ديك النهار باش يلقى هذيك التصويره باش يحط التصويره ديالو ويقول لك راه انا يمو. بون تنضحك عليها ماشي انا مو بومادا صفراء، وقالوا عليا كوتو سويس، وقالوا عليا شنو اخر عاوتاني قالوا، المهم قالوا بزاف ديال الحوايج وانا ما عنديش مشكل. ياك بعدا بومادا صفراء كداوي انا كنداوي. يعني ليلى واخا ما كتولي انا صدري راحت، انا ما عنديش مشكل على الانتقادات لان اللي ينتقدك راه كيبغيك او ميم طون، دونك ما عنديش مشكل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.